الفاير ووركس دائما بننتظره من 7 سنوات وبننبسط فيه، وقد ايه بتحلى جوني مع مهرجانات طبعا انترناشونال فيستيفال جوني بطبعته 7. وانا بصيرني كثير من 7 سنين لليوم اني استضيف نائب رئيس ومدير عام طبعا انترناشونال فيستيفال جوني فادي فياض. شكرا. اهلا وسهلا فيك. صراحة جوني اللي بنعتبرها نحن لؤلؤة كسروان، ولكن هي لؤلؤة الشرق على البحر المتوسط طبعا. خليج جوني اللي معروف مميز. تحت أقدام سيدة حديثة، قدي هالأنوار هيك بتشاع ليس فقط بالطبيعة، بتشح بقلوب الناس بعيونها يلي بتبعها. أنا حبيت بلش بهالصورة لأنه هيدي جوني، هيدا لبنان، بدنا لبنان دايما بالضوء. نعم. السنة طبعا كل سنة في إله طبعته، في إله ميزته، في إله جديده، لأنه جمعية أصدقاء المدينة، وأنا بدي حيي طبعا مؤسسة الأستاذ نعمة فريم طبعاً. وطبعا بدي حيي رئيسة الجمعية سيدة زينة فريم. قديش اليوم عقيلته وكل هالمجموعة هالفريق الحلو قديش اليوم عم يشتغل ليل نهار حتى تكون الطبعة 7 تطبع كمان، يعني ذكريات حلوة ما ينسوها الناس من سنة لسنة. صح. البداية كانت بال 2011. صحيح. كانت بداية هيك فيها كتير إذا بدك شغف وحماس، لأنه هدفنا كتير واضح، هدفنا هو مصلحة مدينة جوني. أكيد. ما عنا ولا هدف شخصي ولا حدا من قلب الجمعية تبعنا، وإن كانوا من المتطوعين ولا الإكيب العمل تبعنا، عنده أي طموح ولا عايز يعمل وجاهة من خلال المهرجان. بالعكس، كل هدفنا هو كنا نقدم لجوني الأفضل. وكان بقية المدن حوالينا، إن كان بيبلوس ولا بيت الدين ولا بعلبك، هالمدن الكبيرة كان عندها مهرجانات بتليق فيها، كانت جوني ما عندها مهرجان. بقى هيك بلشت القصة وهيك بلش المشوار، واتكلنا على الله واشتغلنا بكل طاقتنا وبمحبة كبيرة، وحطينا قلبنا وفكرنا كرمال المدينة وقدمنا الأفضل. ومن السنة الأولى دغري تصنف مهرجان ضمن الأوائل بلبنان، وتصنف من فئة ألاف، يعني ضمن مهرجانات لبنان الدولية من قبل وزارة السياحة. وكل سنة نحن على الموعد مع زوار مدينة جوني ومع أبناء مدينة جوني ومع كل محبينا وداعمينا، تعطول نقدم لهم الأفضل والصورة الحلوة اللي بتشبه لبنان وبتشبه اللبنانيين، وخصوصا اللبنان اللي نحن منحبه، نحن بدنا اياه يكون، نحلم فيه. طبعا نحن زرناكم مثل العاده، زرنا مكاتبكم، زرنا موقع الجديد يلي عم يتحضر فيه حتى تستقبلوا كل هالناس ب 2 تموز. سوا رح نشوف سوا هالروبورتاج ونعرف المشاهدين شو السنه الجديد ب طبعا انترناشونال فيستيفال جوني. رح يتم افتتاح مهرجان جوني الدولي 2017 للسنة 7 هالسنة ب2 تموز مع مطرب العشاء اللي كلنا منحبه وائل كفوري، ورح يكون بحضور وزير السياحة وفعاليات وطنية أكيد. نحن السنة مثل ما بتعرفوا أنه الموقع تغير، سو ستيج تغير، الزونينج تغير، أكيد بنعمل بلوكاج للسبونسرز اللي هن الداعمين الأساسيين لفستيفال جوني، مسموين حسب بتعرف منبلش بوائل كفوري بجولاي 2، بعدين بيجينا 4 دايز لنوتر دام دو باري، كل واحد عنده المابس تبعه. عندنا 14 جويه الميوزيك هول، وبنختتم بميوزيك بميشيل فاضل لو 15 جويه. سو هون بصير التقسيم، منقسم حسب الفي اي بي، زون ا زون بي زون سي، واكيد كل شيء بيكون لينكت على فيرجن تيكتينج، بنشوف شو هن عم ببيعوا، نحن شو بنعمل بلوكاجات، وكل شيء بصير على هالاساس، انه كل شيء منظم مثل ما عم بتشوفوا، محضرين حالنا كلنا. نحن الشق تبعنا شوي تقني بذات الوقت، واهميته نحن مثل كل سنه المهرجان الوحيد بلبنان بنمتاز بالباركينجز، كل الاشخاص اللي بيشتروا بطاقات من فيرجن تيكتينج وبيشتروا من البوك ستوب بجوني بيطلع لهم ماب، بذات الوقت بيطلع لهم الباركينج تيصفوا بقلب سياراتهم. والسنه زياده في عندنا الباركود، بيقدروا يعملوا سكان للباركود ودايركتلي بيعطيهم جوجل ماب بدلهم وين الباركينج تبعهم، وبيقدروا يتواجدوا بالباركينج بكل سهوله. وشاتل باصز بيجوا بردون للأشخاص من اللوكيشن تبع الفينيو والباركينج وعكس صحيح. في عنا شغلتين مهمة السنة مع ألو تاكسي، بيطلعوا 40% ديسكاونت على حالة ديستينيشن جايين منها هن،
بيقدروا للسيارة كمان بورسون ديسكاونت is very important للناس كانوا يستفيدوا منها. فنهرب أكيد من العجقة السير والفوضى اللي بتصير بهالفترة الأعياد. ولكن الحدث الأكبر اللي نعرف فيه جوني انترناشنال فيستيفال على 7 سنين هو الفايروكس إيفنت اللي كل العالم بينتظروه، والسنة رح يكون ب 15 تموز على الساعة 10:30. أكيد العالم كلهم على الموعد ورح يكون منقول مباشرة على شاشة الام تي في. هذا الحدث السنة مميز جدا لأنه نحن على الفانيو الجديدة اللي هي على خليج جوني الممدودة على خليج جوني، عنا منظر رائع من هونيك تنقدر نستفيد من هيدا الفانيو الجديدة. عملنا هونيك أتراكشن بوينت يعني رح يكون فيها كونسرت لميشيل فاضل مواكبة مع الفايروكس اللي هنا رح تبلش من 9 الحفل. بنص الحفل رح يكون في المفرقعات النارية شو من البحر أكيد مع غير إيفكس جديد مثل ما وعدنا كل المشاهدين تعبونا كل سنة بكون عنا شيء متطور عن سنة. ولكن كمان لأنه الفينيو هالقد أتراكتيف والعالم عم بينبسطوا لها ومريحة حتى يجوا عليها رح يكون في عنا lot of attraction ببلش من الساعة 6 بعد الظهر للساعة 1 بعد نص الليل. هيدا الموقع الجديد تبع جوني انترناشنال فيستيفال تعودوا العالم يكونوا معنا على 6 سنين، هالسنة السابعة أكيد رح يكونوا معنا بس بموقعنا الجديد اللي هو عن جد رائع جدا جدا جدا. منشوف من هذا الموقع كل الخليج، يعني كل الزوار رح يكونوا من على المدرج عم بيشوفوا كل خليج جوني، البحر مضوى، وحتى بآخر ليلة ب 15 تموز رح يكونوا عم بيحضروا ميشيل فاضل بس رح يقدروا يحضروا الفايروركس من الموقع بالذات. تحضيرات ماشية، أكيد في كتير شغل، موقع جديد بس كتير حلو ومميز لأنه من هون كمان مش بس عم نشوف خليج جوني، بوجهنا دغري بالمباشر منشوف سيدة لبنان حريصة اللي هي عطول مباركة فستيفال جوني من أول نشأته لحد هلأ. Junier International Festival presents on July 2nd وإلك فوري Festival and Osama El Rahbani also present on July 8th, 9th, 10th and 11th Notre Dame de Paris with Hiba Tuwaji. On July 14th, Music Hall Bel Arabi. And finally, for the 7th year in a row, the breathtaking fireworks show all over Junier Bay on July 15th at 10:30 p.m. with Michel Fadel in concert. Tickets on sale at all Virgin Ticketing box office branches. مسيو فادي فياد، طبعا جهود كتيرة جوني انترناشنال فيستيفال مثل ما شفت هلأ على قدم وساق، يعني وضعت جوني على خريطة السياحة الداخلية والعالمية واستضفت أهم نجوم العالم يلي يمكن ما كنا بنحلم نشوفها بجوني. والسنة المميز أنه عنا صوت لبناني بعمل إبداعي هو نوتردام دو باري. طبعا نوتردام دو باري صراحة جوني انترناشنال فيستيفال بالتنسيق أكيد مع الفنان الكبير اللبناني أسامة الرحباني قررنا نقدم هذا العمل للجمهور اللبناني وللزوار، وهذا عمل انترناشنال عم بيبرم العالم. صحيح. واللي بيتميز فيه مثل ما تفضلت هالسنة إنه في الفنانة اللبنانية العالمية هبة توجي اللي عم تلعب الرول الأساسي تبع إزميرالدا. بكل تواضع هذا العمل الأكبر هالسنة بلبنان، يعني في كتير عمل حلوة بكتير مهرجانات إنما هذا العمل الأكبر والأهم. وعن جد بقول لكل المشاهدين حقيقة يحجزوا لأنه هذا عمل جدا رائع ومميز. صار في كتير إقبال كبير عليه، أكيد ما في شوية محلات بس عن جد ما يروحوا لأنه هيك عمل جاي بهالضخامة، أكتر من 70 فنان على المسرح، أكتر من 140 تقنة، أكتر من 20 كونتينر بضاعة مستقدمة من الخارج كرمال هذا الموضوع. حرام هيك عمل، والأسعار بطاقات جدا مدروسة، يعني لازم يستفيدوا منا كل المشاهدين حقيقة ويجوا وما يروحوا هيك خصوصا أنه عاطين فرصة 4 أيام لأن هو 8, 9, 10, 11 تموز
ورح يكون اكيد نحن كثير محترم الاوقات. ومثل ما بين بالريبورتاج كان عم بيشرح الماركتينج مانجر تبعنا جو كله منظم، اللوجيستيك، السيارات، المواقف من اول سنه. وهون كمان بنتشكر الشركه اللي عم نشتغل معها، يعني تنظيم المهرجان شركه ايس يلي صار مشهود لها على كل حال بالتنظيم. وكمان اكيد فريق عمل الفستيفال مثل ما شفت كلهم جان، كلهم دايناميك، مثل ما قالت ماريا بالريبورتاج، بس كلهم بعدهم عندهم هالشغف كثير، لانه وهذا الحلو عن صدقين القلب عم بيشتغل. صحيح. مش بس الفكر، القلب. صحيح. ماريا قالتها بالريبورتاج يعني محمسين وعم نشتغل. هو هيك كل نهار المكتب مثل خلية نحل ناشطة. شفت حتى زينة مع بنتها صغيرة نور حدا عم بتساعدها، يعني جو عائلة على جو أخوة تنقدم الأفضل، وعطول بروح إيجابية ومحبة تنقدم الأفضل للمدينة. أنت بتعرف بجوني في مهرجانين هالسنة طرق مهرجان إضافي أعدته البلدية، ومن حق البلدية تعد مهرجان. إنما أكيد عدم التنسيق كان هو شوي شكل إشكالية. إن شاء الله بالسنين المقبلة يصير في تنسيق بين الجمعية والبلدية بطريقة أفضل. نحن ما بدنا عن جد نقول حق عليهم ولا حق علينا. خليني أكد لك إنه كانت إيدنا أكثر من ممدودة، صدقيني أكثر ربكة، لأنه بعرف يعني من تشرين الثاني، لأنه المهرجان ما بيبلش قبل بشهر، بيبلش قبل بسنة، يعني أنه بتخلصوا المهرجان بتبلشوا بالمهرجان، تتصلوا بالفنانين تركبوا، يعني وهيدي شغلة منا. بعرف أنه كان عندكم اجتماع بالبلدية وعرضتوا الرعاية للبلدية طبعاً. بالوقت اللي نحن كنا نعرف أنه هذا المهرجان جوني انترناشنال فيستيفال كان برعاية البلدية، ولكن ما كانت تتكبد البلدية أي تعب أبدا إطلاقا. أي تعب كانوا يساعدونا. الشرطة البلدية كان لها رول مهم، الأعضاء كانوا يشاركوا يعطوا آرائهم، بس ما كانت تتكبد أعباء مهرجانات. بتعرف بتكلف ملايين الدولارات 100%. كانت البلدية وهذا شأنها، كان بوقتها ببعض السنين يشتروا بعض البطاقات، بس أنه هذا ما خصه بالمهرجان، مش تمويل للمهرجان. نعم. هلأ نحن اللي بهمنا نقول للمستمعين وخاصة لأبناء مدينة جوني وللمشاهدين ولأبناء مدينة جوني اللي بتعز كتير على قلبنا، أنه نحن عم نشتغل من قلبنا، ما في روح تنافسية بالنسبة لنا أبدا. بالعكس اللي قدمته البلدية يمكن كان حلو يمكن أقل حلو ما بعرف. على كل حال ان شاء الله نتمنى لهم النجاح، لان النجاح هو من نجاح مدينه جوني. هو صراحه كل شيء جديد حلو، كل شيء قيمه مضافه. ولكن انا هيك بدك تسمح لي بين هلالين، انا كنت بالخارج وصلت يعني ما قدرت شفت المفرقعات بليلتها، بس للاسف الشديد من اضواء تحولت بعدين الى غيوم اذا بدك. يعني أنا كنت بتمنى، يمكن هذه مش مقصودة أكيد، أكيد بس لا. كنت بتمنى أنه هالجمالية اللي تعودنا عليها، هذه الصورة الحلوة المشاعة، تبقى من أوله لآخر وترفقنا على طول بذكرياتنا. بكل الأحوال يعطي العافية الجميع جوني طبعاً. هذه المدينة الحلوة يلي نحن كل نفتخر فيها. بدي أسألك اليوم بهذا الموقع الجديد، قدي بيساع رح يكون ثابت يما كل سنة بنرجع يما كيف بدها تصير؟ لا لا، موقع جديد، هو موقع جدا جدا رائع مثل ما شفت كثير يعني حلو. وهالمرة كمان يعني تحت أقدام سيدة لبنان، ولكن كمان يمكن بأنجل أوسع. بأنجل أوسع هلا، وعلى خليج جوني وعلى البحر بمدينة غزير. نحن بنتشكر كمان رئيس بلدية غزير وأعضاء البلدية اللي كمان قدموا كل الدعم. بنتشكر فخامة رئيس الجمهورية يلي ما رضى انه مهرجان جوني انترناشونال فيستيفال انه تلغى، وشد على ايدنا واصر انه نستمر. ونحن اكيد حزنا على رعايه وزاره السياحه ووزاره الثقافه. هلا المهرجان الموقع جدا رائع، بيساح حوالي 3500 شخص المدرج، هو بيقول نعم. موقع كثير كبير، نحن اردنا يكون في 3500 سيتس يعني كرمال الزوار. عاملين البوزيشن تبع المدرج بطريقه انه وراهم بصير كازينو لبنان، وقدامهم عندهم المسرح، بس بالاتوندو تبعهم عندهم خليج جوني الرائع وسيده لبنان حريصه. موقع جدا جدا مميز، لوجيستيك 100% مامنه مثل كل سنه. انا بدي اقول لك بس لانت انت ما تقطع هيك خبريه الفاير ووركس اللي عملته البلديه. انا بقدر اكد لك انه بلديه جوني كانت عم تسعى تعمل المهرجان فاير ووركس جدا ناجح اكيد، وسخيت عليه وهدف كان يعمل حركة سياحية كتير كبيرة، وعمل حركة سياحية مقبولة جدا للمدينة. إن شاء الله سنة الجاي يكون في تنسيق أفضل،
نحط ايدينا بايد بعضنا ونقدم الافضل للمدينه. لا بده يكون في دو فاير وركس، مدينه بالنهايه ما بتحمل دو فاير وركس بكل صراحه. صحيح. بس نحن كان لنا 6 سنين عم نعمله، وهيدي 7 سنه ومستمرين بعملنا، وبتعرفي حرفيه عملنا والدقه. أكيد. اللي بنشتغل فيها يعني صارت بصمه ايس، مش بس بمهرجانات جوني، صارت بمهرجانات الارز الدوليه وبعده يمكن مهرجانات. نعم. لبنانيه، وهذا بنفتخر فيه كمان نحن كلبنانيين يكون عندنا هالتقنيه المتطوره. شكرا. بهذا الموضوع نحن عندنا فاصل ومن بعده اكيد رح نكمل معك مستر فادي فياض. بعدنا مع نائب رئيس مدير عام جوني انترناشونال فيستيفال بطبعته السابعة 2017 فادي فياض. أكيد بدنا نتعرف أكثر على هالبرنامج اللي كل سنة بيكون أحلى من سنة. صح. السنة عنا 7 حفلات إذا نحكي كعدد، منبلش باثنين تموز مع وائل كفوري، فظيع وائل، يعني الإقبال عليه جدا رائع، حفلة رح تكون من أحلى ما يكون. نرجع ناخذ بريك، بنبلش 8 9 10 11 مثل ما سبق وقلت، نوتردام دو باري اللي هو العمل الاهم بلبنان بالتنسيق مع اسامه الرحباني، هي بتور عالميه لنا حظ بلبنان يكون له موقع بتور عالميه. وقلت لك هيدي الاوريجينال فيرجن تبع نوتردام دو باري، يعني هيدي المسرحيه حقيقه الاكبر اللي عم تبرم هلا بالعالم كمان. هيدا عمل ما لازم ابدا حدا يروحه حقيقه، لانه مكلف كثير كثير كثير، والبطاقات سعر مقبول جدا، يعني أتران دولار عم تحضر عمل مكلف $1,000,000 تقريبا، يعني بيستاهلوا يجوا يحضروا. بحكي شوي بالاسعار بين هلالين، لانه يعني الجمعيه اذا بدك في اليوبوليس اصدقاء المدينه هون مشكوره، اللي هي كمان عم بتغطي الدعم، لانه قد ما تدعم وزاره السياحه او وزاره الثقافه ولكن يمكن دعمهم معنوي، دعمهم ما بعرف، ما في ولا سنه الا ما بيخسر المهرجان اكيد مصاري، وبيبقى رئيس الجمعيه بهالحالة عنا نحن زينا فريم عقيلته لأستاذ نعمت فريم رئيس الجمعية، بيغطوا القسم الخسارة من جيبتهم. هيدي حالة كل مهرجانات لبنان مش مهرجان جوني من فقط، من هيك الأسعار يلي بتدعوها حتى تكون بمتناول الكل، يجوا يحضروا موسيقى يستفيدوا من هالحدث وتعمل حركة سياحية واقتصادية بالمنطقة، وهالمطاعم تشتغل ويصير في هذا الهدف من المهرجان. بيرجع ب 14 تموز عنا حفلة جدا حلوة، وقصدنا فيها انه نوجهها للجان اللي هي ميوزك هول بالعربي، اكيد مع الافتريادس جروب، رح يكون في عنا اخوين شحاده، توني حنا، بلال، فاديا نجم، سامي كلارك، يعني هالحفله اللبنانيه الحلوه، يعني جمعتوا فيها فنانين مخضرمين وفنانين كمان اليوم هن جان بحبوهم ويتعرفوا كمان على على العربي، يعني بالعربي بالعربي ميوزيكال بالعربي. حلو انه كمان حيكون في عندهم اكس يقدروا يفوتوا الدرينكس تبعهم وكذا، وبالتالي حتكون حفله هيك رائصه حلوه كثير. حلو. هيدا ب 14 تموز. نختتم اكيد. نعم. بالحدث الأكبر اللي بيصير بلبنان كل سنة، اللي هو بكل تواضع نحن حطينا أسسه، اللي هو فايروركس مدينة جوني، اللي وسائل الإعلام المحلية والعالمية نقلته ونقلت أحلى صورة للبنان ب 15 تموز. ومثل ما زينة قالت بالروبورتاج، رح يكون النهار ببلش أبارتير دو سيزار لابريميدي 6 بعد الظهر، رح يكون في فنانين على موقع المهرجان، ميت اند جريت، يعني عم نستقبل العالم، عم بيكونوا الناس الموجودين يتواصلوا معهم، في فود كورت بتاخذ العقل بيقدروا يقعدوا العالم فيها يقضوا وقت. وبيبلش كونسرت تبع ميشيل فاضل، اللي هو مش بس كونسرت بيانو هالمره، ميشيل فاضل عم بيطلب مشهديه مختلفه، معه دي جي، معه باند عم تلعب، دونك في شو جدا رائع عم حضره ميشيل، ليزر شو. رح يبلش ميشيل شو تبعه تقريبا 9:15، 10:30 شارب ببلش الفاير ووركس. هلا السنه مثل كل سنه حنترك سيربريز، بس شيء اضافي، بس السنه بتصور على 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 اوسع، على في سيربريز كل سنه، يعني حيكون بيشبه السنه الماضيه. برجع بقول لك نحن وار سمبل، عم نحطوش تري سامبل، عم نقطع بس بتعمل جماليه معينه، جماليه حلوه، في فن وفي اذا بدك كونسبت حلو. رح اللي عرفتهم وين ما كنا موجودين، كنا على الجبل ولا على الموقع، رح يكون في فيو كثير حلوه، وهيدي ناطرينها على الاكيد اكيد. وبالعكس نحن بنتشكر قوى الامنيه،
بنتشكر القوى الامنيه، بنتشكر الجيش اللبناني، بنتشكر شرطه البلديه ان كان مدينه غزير وحتى ان كان مدينه جوني اللي كمان رح يساهموا بطريقه من الطرق بنجاح مهرجانات جوني. يعني الناس ما عليهم الا يتقيدوا طبعا بكل التعليمات لانه في تنظيم رائع مسهل للناس وهذا المطلوب، ويجوا ينبسطوا ابدا. وفي اكيد ما بدنا ننسى انه البوتس واليخوت فيهم يطلعوا عندهم اذن خاص يطلعوا بهيدي الليله، هن رح يكونوا اكيد على الموعد. ونحن مسائب انه ب 15 تموز بيكونوا اجوا المغتربين قسم الاكبر للمغتربين، وبكونوا خلصوا المدارس والجامعات كلهم وكل الفحوصات، وبالتالي لازم يبلشوا يحجزوا من هلا العالم بمطاعم المنطقه كلها، مدينه جوني بدايه، منطقة غزير، أدمى، كفر ياسين، غسطة، حريصة، وين كل بطحة، كل شيء ببين على خليجوني يحجزوا من هلا، لأن بطل في محلات ودي جاب زنصر وحجزات على آخر. واللي ما بده يكون بمطعم بده يحضر معنا ميشيل فاضل، أسعار جدا 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 مدروسة. صار في حجز على الأونلاين يعني ناس من برا؟ طبعاً أكيد طبعا، حتى في ما بخفي عنك اتصلوا فينا من وزارة السياحة الأردنية، نعم، طلبوا أنه ينسقوا رحلات يحجزوا باصص يجوا من الأردن للبنان يحضروا خصيصا مهرجانات جوني الدولية. طبعا كل هالعمل الضخم هيدا اللي بننطره سنويا في له كمان ناس تدعمه طبعا، يعني غير الوزارات، والسنة وزارة الثقافة مشغولة كمان عم تنضم لوزارة السياحة، طبعا في ناس بتدعم لأنه تؤمن أنه هذا البلد هو بلد الحياة، بلد نعم، الموسيقى، بلد الجمال. بدون سبونسر كتير كتير صعب ينقام مهرجان. هلا قد ما كان إن كان سبونسر ولا بيع البطاقات ما بيغطوا تكاليف المهرجان، إنما أنا بحب أطول أشكرهم، بحب أتشكر أول شيء بداية بنك بيروت، بنك عودي، ومؤسسة خوري هوم أول سنة بتشارك معنا، كمؤسسة كتير مبسوطين نحن من حضور معنا. بنتشكر أكيد شركة إندفكو اللي ما تركت المهرجان من أول ما تأسس، نتشكر أسيرانس تبع أراب، نتشكر البنك اللبنان الفرنسي، لبنان الفرنسي، بنك لبنان الفرنسيز، ونشكر شركة ماتكو وجي ام سي وكمان اي بي تي اللي عم بيكونوا معنا، واكيد الاعلام على راسهم الام تي في ونوستالجي وانرجي واغاني لانه من وقت ما بدا مهرة يعني جوني انترناشونال فيستيفال بلشنا سوا، هلا ان شاء الله بنكمل سوا. لازم كل العالم يجوا على منطقه جوني يحضروا الفايروركس، بس يلي منه قادر يا اما مسافر يا اما صعب عليه يكون موجود بيقدر من خلال شاشه الام تي في يحضر على 10:30 بيل الشو رح يبتدى نهار 15 تموز. في شيء قبل ما يخلص الوقت كمان دائما هيدا بتعطوه كمان كثير اهميه بتشجعوا فيه الصور، يعني فوتو كونتست يا ريت بتخبر عنه قبل ما ننهي. يعني نحن مثل كل سنه رح يكون عندنا فوتو كونتست اللي كل العالم ان كانوا اماتير يا ما بروفيشنال فيهم من حل موقع حوالي خليجوني يلتقطوا احلى صور، وهالصور بيقدروا يبعتون على دغري ثاني نهار على الويب سايت تبع جوني انترناشونال فيستيفال. رح يكون في كوميتي مع جوري رح ينقي احلى تقريبا 30 صوره، ومن بعدها بصير في بروسس فوتينج بروسس بينتخبوا بصوتوا العالم، وعلى طول عم بيطلع عنا صور بتاخذ العقل، وهيدي الصور عم تستعمل لتسوق مش بس لمدينه جوني ولخليج جوني، عم بتسوق للبنان بالعالم كله، عم تبرم وتنال اكثر من مليونز اوف لايكس. يعني هذيك السنه صوره تبع هذيك السنه اخذت 2.5 مليون لايك وورلد وايلد، يعني عم تحكي شيء رقم خيالي. هيدا لبنان اللي بيشبهنا. وانا بتوجه لفريق العمل اخر شيء، يعني بدي اشكر فريق عمل جوني انترناشونال فيستيفال، فريق المتطوعين، هالفريق اللي هن ابناء مدينه جوني اللي عم بيحطوا كل جهدهم وكل طاقتهم وما عم بيناموا وعم بيتركوا عيالهم وعم بيحطوا طاقتهم تقدموا للمدينه وللمنطقة الأفضل. وإن شاء الله منوعدكم مثل كل سنة يكون عنا هالسنة الأفضل إن شاء الله. ونحن ما بننسى ابتسامتكم، يعني من ساعة ما بنوصل للمهرجان لساعة ما بنترك بتحترموا كل الموجودين بالاستقبال، وطبعا لما بتودعون بالعكس. وأنا هيدا حل من الحلول يلي بترفع من لبنان، بتنعش الاقتصاد، بتبين صورة لبنان الحلوة، وهيدا لبنان نفتخر فيه يا لبنانيين. أهلا وسهلا فيك، بحييك مجددا على كل هالسنين، وأنت بنت هيدا الفستيفال. شكرا والدعم الأساسية لإله. شكرا. أنا طبعا بدي حيي رئيسة طبعا جوني انترناشونال فستيفال زينة وكل فريق العمل، بحييك فادي، وبدي أقول لللبنانيين ما تفوتوا
جوني انترناشنال فيستيفال بطبعته السابعة 2017. إلى اللقاء.